فتتحولين من فتاة عادية إلى فتاة مشهورة. دعونا نخبركم الآن في الفيديو الجديد الخاص بنا. استعدوا، الآن سيكون الجو حارا حقا. أين أجلس؟ كل الأماكن مشغولة. زاك، هل يمكنك الأكل بصوت منخفض؟ انظر، هذه الطالبة التي تذاكر كثيرا مرة أخرى. بيلا، مرحبا. ساعدوني. كلا، ليس هذا، لقد سكبت علي العصير. امسحي نظاراتك، ألا ترين إلى أين أنت ذاهبة؟ آسفة، لم أقصد ذلك. سوف أتذكر هذا لك. أحتاج إلى مسح نظاراتي بشكل صحيح وإلا فلن أرى أي شيء. أوه، إنه زاك. كم هو وسيم. مجرد حلم. أنا بحاجة لترتيب نفسي. أنا قادمة إليك يا حبيبي. البرجر الكبير هو المفضل لدي. مرة أخرى ورقة سلطة، لكنني حقا أريد شيئا لذيذا. تعال إلى هنا يا طفلي. حسنا، لم يعد بإمكاني النظر إلى هذا بهدوء. أعطني البرجر. لقد تحولت إلى الطالبة التي تذاكر كثيراً. بيلا، هل عضيتيني؟ أوه، لقد أصبحت جميلة. ليست سيئاً. أنا أنهي البرجر بعد كل شيء. أعتقد أنني غفوت. حسناً، كل شيء كان جيداً جداً. حان الوقت لتناول وجبة خفيفة، وإلا فأنا جائعة جداً. من الجيد وجود نقانق دائماً في الخزانة. لا أفهم لماذا يعتقد الجميع أنني غير جذابة، كما لو أنني جميلة تماماً. يمكنني حتى الفوز بمسابقة الجمال. أوه، أنا متأكدة من أن التاج سوف يناسبني كثيراً. بيلا، هل تتسكعين في عالمك الخيالي مرة أخرى؟ مرحبا كيت، لقد أسأت الفهم. حسنا، سأخذ صورة واحدة فقط. حتى بيومك. لقد كادت أن تكشفني. أنا جاهزة للتجربة سيد تيد. هذه كهرباء، انظروا، إنها شحنة قوية. ممتاز، دعونا نكتب هذا. ما هذه التجارب الغبية؟ الآن سوف أريكم كيفية التعامل مع الكهرباء الساكنة. ابتعدي يا بيلا، انظروا. ليس هناك نتيجة. لا أفهم أي شيء. ماذا لو أضفت المزيد من الكهرباء؟ إنها تعمل. لماذا يوجد مثل هذا المجال الكهرومغناطيسي القوي؟ ماذا يحدث؟ حسناً، بسبب غبائك تحولت إلى مغناطيس. آن الوقت للحصول على بعض المرح. آمل أن تقدر بيلا مسحتي. إنها أتية. كولا رائع. سوف أسكب لنفسي كوبا. لا يعمل. ولماذا هذا الحبل؟ سوف أتحقق. لماذا هو رطب هكذا؟ مرحبا بيلا. مرحبا أيها الوسيم.
لم يتبقى سوى القليل جدا لاتخاذ القرار. أوه زاك، من الجيد رؤيتك. بيلا، جئت لأدعوك. يا له من كب كيك لطيف، شكرا. لا أستطيع الانتظار لتناوله. صدقتني مرة أخرى، إنه معجون أسنان وليس كريمة حمقاء. مخادع، أحتاج لأن أكون وحدي. أوه كولا، رائع. هناك خطأ ما في هذه الزجاجة. بيلا، لقد قمت بإعدادها عن قصد. حسناً، انتظري. ما الأمر يا كيت؟ حذائي جديد. كم هو رائع. هل يمكنني تجربته؟ جميل جدا. ملكة، تستطيع الوقوف على قدمي. كيف تلبسينهم حتى يا كيت؟ هذا فن يجب تعلمه. فليكن، سأساعدك قليلا. يبدو أن هذا يعمل. هكذا. هيا، أنا أؤمن بك. لا تتركينني يا كيت. ماذا تفعلين؟ أنا لست رف كتب. لا تدعي أي شيء هنا. يبدو أن برج إيفل على وشك الانهيار. ساعدوني. أنا مستعدة. ربما لا ينبغي لنا. استرخي وثقي بالمحترفين. الآن سأصنع منك فتاة جميلة. هل أنت متأكدة من أن كل شيء سينجح؟ بالتأكيد، علينا فقط أن نعمل بجد. هل هناك أي تحسينات؟ انظري بنفسك. هذا أنا. لم تعرفي نفسك. شكراً كيت، بفضلك أصبحت جمالاً حقيقياً. تبدين رائعة. كل ما علينا فعله هو تغيير ملابسك. أفضل بكثير. مرحباً بيلا، أنت جميلة جداً. هذا لك. أتمنى أن يكون هذه المرة كريم حقيقي وليس معجون أسنان. لذيذ. تفضل يا زاك. ماذا تفعلين؟ لماذا؟ أحسنت عملاً يا بيلا. الفتيات يحببن الانتقام. ليس من الصعب أن تصبحي مشهورة إذا كنت تريدين ذلك حقاً. بالمناسبة، يمكن أن تكون عملية التحول ممتعة للغاية، تماماً مثل تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بنا. يمكنكم التحقق من هذا الآن. هل أعجبكم؟ إذن أعجاب واشتراك ودعم.